بمناسبة الرياضة، بكرة كل الجمهور الزملكاوي في جموع جمهورية مصر العربية، نتمنى أنه يشرفنا بالمتابعة، لأنه هنبقى في احتفال خاص جدا بفوز الزمالك بالدوري، وده مش هيبقى من خلال المذيع بس، ولكن هيبقى طبعا ملوش لازمة مذيع يعني بالنسبة لجمهور الزمالك لما يبقى حاضر ثلاثة من نجوم فريق الزمالك. هيبقى موجود معانا الكابتن محمود علاء، هيبقى موجود معانا الكابتن محمود حسن جنش، هيبقى موجود معانا كابتن يوسف محمد اللي هو أوباما اللي أهم من أي أوباما تاني في جميع أنحاء العالم. هيبقوا منوريننا بكرة في حلقة خاصة، الثلاث نجوم يبقوا موجودين معانا مع جمهور الزمالك، نحتفل بدوري السنة دي اللي فاز بيه نادي الزمالك. فهتبقى حلقة خاصة جدا نتمناها مميزة، ومتأكدين أن كل الزمالكوية هيبقوا سعداء أنهم يشوفوها، وكل الناس اللي مهتمة بالكورة والأهلوية اللي بيشوفوا الزمالك وبيتابعوه. ومش عايز أقول بقى الكلام الكتير اللي ممكن نسمعه بأنه في نهاية الموضوع يعني آخر النهار يعني لما بندخل ننام، مسألة التعصب ده شيء جاهل وشيء كريه جدا جدا جدا. احنا زي ما بنحتفل دايما بالأهلي وبندعمه، بنحتفل بكرة احتفال خاص بالزمالك من خلال نجوم من ألمع نجوم فريق الزمالك إن شاء الله.